شباب السلام عليكم، مرحبا بكم. الدراري فيديو جديد، فيديو ديال اليوم غادي نشرحوا واحد المنصه اللي هي منصه استثماريه الشباب وماشي نصيحه استثماريه. اول حاجه عندنا الايميل موت باس عاود موت باس تيليجرام كود دري فيلر. الناس اللي بغات ان تسجل بالهاتف الدراري كذلك نفس الديكور، هنا غادي تختار رمز الدوله ديالها. اوكي شباب، احنا عندنا 212 من روكو. انا عندي حتى في الموقع الاخوان، دائما تيكون حتى في الموقع. ندخلو الواجهة الموقع، الموقع الاخوان اللي هي انا قلك اماونت لي 7 دولار اند مينيمو ويدراو اماونت لي 1 دولار. قلك مينيمو ديال الويدراو، وهنا كيخصك دير ديبوزيت ديال 7 دولار. اوكي الاخوان، المدة ديال شهر غتبقى تربح 1.1 اللي هي غادا تجيك 33 دولار. المهم الشباب، عندنا ويدراو ديبوزيت، داونلود ابليكاسيون. هنا عندنا البالانس ديالنا، هنا اللي هو في اي بي. شمن في اي بي عندك؟ كاين في اي بي اللي هو واحد الشباب، حتى الفي اي بي اللي هو 8. هنا كومباني بروفيل الاخوان. هنا عندنا ممبر ليست الدراري كيديرو ديبوزيت ولا ويدراو في الموقع ولا شي لعيبه. وهنا خلاص عندنا لي في اي بي اللي كاينين، ليفل 1 حتى ليفل 8. اول حاجه غادي نديروها، غادي نديرو ديبوزيت الشباب، نكوبيو الكود ديالنا، نمشيو للوالد، باسيو الوالد هنا نيكست، وهنا نديرو 7 دولار، نديرو لا دون ونصيفطوها عادي. من بعد غادي نجيو نديرو روشارج كومبلي. نوقفوا الفيديو هذا. بعد الشباب درنا ديبوزيت الاخوان، وصلتنا 7 دولار ديالنا، وصلتنا 7 دولار ديالنا الشباب. المهم غادي ندوزو التاسك اللي عندنا اللي هو في اي بي رقم 1. غادي نمشيو دابا للويدراو، نمشيو نجيبو المحفظه ديالنا الاخوان كما العاده. باسيو الوالد هنا، هنا غادي نديرو لي هي 1.1. هنا الباسورد ديالنا ديال ويدراو لي هو كيكون نفس الباسورد بغيتي ديرو. دابا غادي نتسناو حتى يوصلنا السحب ديالنا الشباب، نكملو الشرح ديالنا الاخوان في الموقع. هنا لي تاسك لي عندنا باقي مديزينش، هنا لي تاسك لي عاد دوزنا دابا الدراري. عندنا التيم ديالنا لي هي تكوبي لها الكود ولا ليال. عندنا ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 الديتاي ديال كل وحده، والروشارج دارت التيم ديالك الدراري. هنا لي في اي بي كيف ما قلنا، في اي بي 1 حتى في اي بي اللي هو 8. هاد الواجهه هادي اللي هي فيها البروفيل ديالنا الاخوان، اكونت بوت في باسورد ديال الدخله وديال الويدراو. هنا فينانس ريكورد اللي هي فيها ديبوزيت والويدراو بطبيعه الحال. نشوفوا الاخوان ويدراو واش وصلت. هي 1.1 الدراري كيف ما كتشوفوا هي عندنا هنايا. المهم الشباب كلشي باين عندنا هنا خلاص. سيبور راه واجهك شي مشكل، يمكن لك تواصل مع سيبور الاخوان في تيليجرام بطبيعه الحال. ما كاينش شي حاجه اخرى اللي باقا ما مشروحاش. خلاص هنايا كاين ترانسفير اللي هي من الاكونت الباسيك ديالك اللي كنا دابا جمعنا فيه 1 دولار، يمكن لك تحولو للباسيك اللي هو الاكونت اللي بغيتي تشري به شوفي اي بي تزيدو. هادشي اللي كاين في هاد الشرح، تلقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله. تهلاو.